مبارك، سعيد جمعة مباركة اللي كتشهد واحد التظاهرة مهمة جدا، وهي توقيع اتفاقيات شراكات مع عدة مؤسسات واللي كتدخل في إطار تفعيل العمل الاجتماعي اللي كتقوم به الودادية الحسنية لفائدة قضاة المملكة، واللي حقيقة غادي تقدم خدمات جليلة إن في الإطار الصحي الذي نعاني منه أو يعاني منه القضاة كثيرا، ثم كذلك في مجال العمل الاجتماعي اللي كيتعلق بالسيارات، فيما يتعلق كاين اتفاقية باقتناء السيارات لشركة معروفة جدا، ثم والأغلب اللي كان هو في إطار الصحي مع باستور. وكما تعلمون المؤسسة هذه اللي كتهتم بأولا بتقديم ذوك اللقاحات والأمصال، ثم التحليلات الطبية، واللي بتأتمنة تفضيلي لفائدة قضاة المملكة بصفة عامة. ثم كان هناك بعض المختبرات للتحاليل اللي عندها واحد الباع طويل في هذا الإطار، ثم كذلك واحد الاتفاقية اللي هي مهمة اللي كتتعلق بالطفل، ولا سيما الأطفال الذين يعانون من التوحد أو من الإعاقات الخاصة، وهذا اللي غادي يقدم واحد الخدمة واللي هو حطامه اللي يعاني منه بعض السادة القضاة واللي كانوا فيه مشاكل كبيرة. فهذه خدمة إنسانية، خدمة اجتماعية لفائدة السادة القضاة. ثم كذلك واحد المعهد اللي هو معهد ديال النور اللي كيهتم بالترويض فيما يتعلق بجميع الإعاقات، جميع الأمراض اللي كتحتاج لهذا الترويض، إلا وغادي تقدم لهم خدمات جليلة. وهذا كله كيدخل في إطار تقديم الخدمة اللي هي من ضمن الأهداف اللي كترمي لها الودادية الحسنية للقضاة لفائدة جميع قضاة المملكة، ولما لا غادي نعممها إن شاء الله مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية باش تهم جميع موظفي قطاع العدل، قضاة وموظفين وكذلك إدارة السجون. إذن هذه اليوم واحد الفرصة كبيرة أننا درنا هذا الحفل ديال توقيع الاتفاقية ديال الشراكة ما بين معهد باستور المغرب والودادية الحسنية ديال القضاة. هذه الاتفاقية بحقيقة تمكننا باش معهد باستور يقدم الخدمات ديالو الصحية لفائدة لهاد الهيئة ديال القضاة ديالنا في البلاد ديالنا، من ناحية مثلا التلقيحات سواء الوقائية ضد بعض الأمراض أو التلقيحات في إطار يعني التلقيحات الدولية ديال الأسبار الدولية. هذه أيضا الاتفاقية غتمكننا أيضا باش نقدموا خدمات ديال التحاليل الطبية لفائدة الهيئة ديال القضاة وكذلك لذويهم والعائلات ديالهم. التحاليل الطبية التي قمت تقدمها المعهد اللي هي خصوصا التحاليل الطبية اللي هي كتكون مختصة، كتقدمها واحد المختبرات اللي هي معتمدة على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. ايضا المحور الثالث ديال الشراكه غادي يكون كيتعلق بتقديم واحد الخدمات والخبره لما يحس المراقبه ديال السلامه الصحيه ديال بعض المنتجات الغذائيه اللي مثلا كيكونوا كتناول في بعض المحلات ديال اللي تابعين للوداديه. المراقبه ايضا ديال السلامه الصحيه ديال البيئه لا من ناحيه الهواء ولا العناصر الاخرى ديال البيئه. اذا هذا بحق شرف كبير ديال معهد باستور اننا نقدموا خدمات ديالنا سواء الصحيه او من ناحيه الخبره لهذه الهيئه ديال القضاة، لان كيلعبوا واحد الدور كبير في البلاد ديالنا وكيقوموا بواحد المهام اللي هي من قلب المهام داخل المجتمع ديالنا. اليوم سنينا الشراكة مع ودادية الحسنية للقضاة، هذا شرف لنا، ومن هذه الشراكة هذه غنديروا في لا ديسبوزيسيون ديال القضاة ديالنا سيارة مرسيدس اللي هي من الجودة العالية بأثمنة جد مناسبة، وهي الأثمنة اللي كانت مدروسة لهيئة القضاة فقط، كما إن شاء الله غنعطيو واحد التخفيضات في خدمة ما بعد البيع في مجال الصيانة ديال السيارات، وهذا إن شاء الله غتكون غير بداية باش نوثقوا هذه الشراكة
المزيد من المعاملات إن شاء الله. شكرا. C'est un cabinet qui fait scanner, l'IRM, l'échographie, la radio, tout. Donc on a fait cette charaka مع الوداد ديال الحسنيه للقضاة باش نتعاملوا معهم وندير لهم تخفيضات وندير لهم تسهيلات في هذا الشيء تاع توسكي راديولوجي سكانر IRM. نتمنى نكونوا في حسن الظن تاع القضاة ونتمنوا الخير ان شاء الله. كنهتموا بالاطفال التوحديين، اطفال تريزومي 21 والاطفال اللي عندهم اعاقه ذهنيه، واللي عندنا تم دروس من الساعه الثامنه حتى الساعه الرابعه، وايضا عندنا جميع الاخصائيين، الاخصائي النفساني، الاخصائي النفس الحركي، الاخصائي واخصائي النطق. الشراكه ديالنا اليوم مع الوداديه الحسنيه للقدات هي واحد الشراكه اللي غيستافدوا ابناء منخرطي ومنخرطات الوداديه الحسنيه للقدات من الخدمات ديال الجمعيه، الخدمات المقدمه للاطفال ديالهم اللي عندهم مشاكل في التمدرس، الاعاقه واطفال التوحد. والشركه ديالنا غادي تتطور لحوايج اخرين، وهي ماشي غير التمدرس ديال الاطفال، ولكن الوداديه الحسنيه مع جمعيه امال غادي نشتغلوا ايضا على التعبئه والتحسيس والتعريف بالاطفال التوحديين، باطفال الاعاقه، وبالاطفال اللي عندهم لا تريزومي 21. حنا كجمعيه الابواب ديالنا غتكون مفتوحه للمنخرطين ومنخرطات الوداديه الحسنيه للاستفاده من جميع الخدمات. كاينه خدمات اللي غتكون بالمجان، وكاينه خدمات ديال التمدرس اللي عندها اثمنه تفضيليه بالنسبه للجمعيه. وبالمناسبه كنشكر الجمعيه الوداديه الحسنيه للقدات على الثقه اللي وضعوا في جمعيه امل، وجمعيه امل ان شاء الله من نهار الاثنين ستقوم بتنزيل الاتفاقيه واستقبال ابناء وبنات منخرطي ومنخرطات الوداديه الحسنيه للقدات. شراكة مع الوداديه الحسنيه للقضاة هنا في الدار البيضاء من اجل ان نقوم بتحاليل للقضاة، ونتمنى اذا نجح الاتفاقيه ان شاء الله نعممها على سائر الموظفين ديال وزاره العدل. ف بصفه يعني مختبر قريب من محكمه ومن ساكنة القضاة وموظفين في وزارة العدل، فقد قمنا بهذه الشراكة، وهي مسؤولية تتطلب منا ليفوليسيون يعني التطور في التحاليل لكي تكون إن شاء الله تحاليل جادة وصحيحة وتعين الطبيب على اكتشاف الأمراض.